هلا انسي انتي شو بدك؟ طب ما حس فيني هو انا ذكي كثير انت. هالمره انا بدي بيع بطيخ وما راح اقول لميدو ابدا لانه اكيد راح يقول لي لا وشو هذا وما بعرف شو، فكرمال هيك راح بيع لحالي وكل بطيخه معها كاسه عصير بطيخ مجانا. ليك جنى هالمرة عم بتبيع بطيخ. ايه شفتها. ايه انا ما بدي اياك تشوفها، انا بدي نخطفها. كيف بدنا نخطفها؟ هلأ ميدو بيجي بانقذها مثل كل مرة. لا اترك هالموضوع علي هالمرة، ما رح خليه انقذها. طيب ماشي، نزل لتحت احسن ما تشوفنا، هاي الحركة السحرية مشان ما تشوفنا. البطيخ بطيخ 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 بطيخ. هلأ منتخبى بسرعة ورا هاي الشجرة، عم تسمع؟ ماشي يشتري. لك نزل راسك لتحت هلأ بتشوف. ايه نزلته. اسمعني لقلك، هلأ لازم نحط خط هاي بحكي لك معه من هون هونيك بعدين هيك، عرفت شلون؟ ايه ماشي فهمت عليك. ماذا كلها البطيخة بعشرة؟ حول يلا بطيخ. نحن بدنا ناخد البطيخة الكبيرة. شو اعمل هلأ؟ لك مو خبرتك شو الخطة؟ ايه ما فهمت عليك اصلا. طول عمرك غبي، امشي هلأ لحالك بتفهم. لك لعمة بعيونك اذا بيطلع بايدك شي، مو قلت لك انا نظف محل السجن مرة تانية؟ لك ليش هيك منشح مثل وشك؟ معلم لك نظفته. شيل الكيس خليني اعرف سكر الباب. لك روحت لنا هيبة الخطف. لك تقيل معلم. لك هاتوا لهون، عطيني خلصني. لك تزدته. هوس انت ما تعرفي. اسمع، ايه هلا انا بدي اروح عند ميدو. ايه لحتى ما يشك فينا. ايه وقال له انه هي انخطفت. ايه ما يحس فينا ابدا. ايه وما يمسكنا، لانه كل مره هو بينقذها وبيطلع على البطل. ايه هالمره نحن الابطال. ايه خليك معه وقعد اهرب. ايه مني. ايه ما في حدا ينقذني، انا كيف ما خبرت ميدو بهذا الموضوع؟ قررت اليوم انه اروح انا لحتى مين؟ شوفي مين انت؟ شوفي ليش هيك عم تدق الباب علي؟ جنى انخطفت وهي عم تبيع بطيخ. انت كذاب وفاشل. لا والله، لك انخطفت بسرعة روح انقذها. جنى ما عم تبيع بطيخ، جنى بالبيت. لك هي تحت كانت عم تبيع بطيخ. فرجيني اثبات. شوف يا ميدو، بعرف انك بتكون هلأ عم تسمعني لانه نحن ارواحنا متواصلة، لهيك بدي قلك انه انت لازم تساعدني بسرعة لانه هدول الشخصين خطفوني وانا عم بيع بطيخ. انا هذا الشي رح ارفضه نهائيا وما حساعده لحتى المتابعين يكتبوا لي ساعد جنى. لازم يكتبوا لك بسرعة، لازم يكتبوا لك. لك لازم تساعدها، هي بقى مس الحاجة لك يا ميدو. حطوا لايكات واكتبوا كومنتات انه ساعدها لجنى، الدائرة لك. شوفوا اكتبوا يا جماعة اكتبوا. ده يا حدا كتب؟ ليك وفي واحد كتب ساعد جنى. اوكي راح اساعدها رغم انه هي ما بتستاهل وما بتسمع لي كلمة ودوما بدها تشتغل شغلات ما بصير تشتغلهم لاني نحن معنا مصاري كتير بس هي ضلها عنيدة كتير. اطلع جنبي لأشوف. يلا انطلق. وينك يا الشخص الغريب؟ تعال عندي. تعال، شكلك شكل حرامية انت. وين جنى؟ من اي جهة راحت؟ من هون. يلا تعال من هون. يلا من هون قرب. تعال. شامم ريحة خيانة، ناس بتلعب ورانا. انت عبدلنا بالطريق الغلط، انا بدي اروح بالطريق الصح. يا الله، في خشب هنيك؟ في هنيك جزء. لك مو خشب، هاي طاولة. طاولة مشي لنشوفه. تعال نوصل لهنيك، لازم اطلع على كتافك لاني انا تعبت كثير. يلا روح لنشوف. يا الله يا الله، شو هاد؟ اعطيني لاشوف، اعطيني لاشوف. خيار احمر. جنى كانت عم تبيعه، متاكد من ريحته مبينه. ماشا كأنه اليوم رواق. اي والله ليش عجب؟ ما بعرف بس ما في شي، مشي خلينا نتمشى. يي شوف يا دب، شو عم يعمل الدب وماشا هون؟ الدب وماشا شو عم تعملوا هون؟ انت شو عم تساوي هون؟ انا جيت انقذ جنى.
جيت انقذ جنى لاني عم يخبرني هذا الشخص انه هي انخطفت وهي عم تبيع بطيخ. طبعا هذا البطيخ هي ما خبرتني عنه ابدا. فانتوا بتعرفوا شيء وين جنى او شو بتعرفوا عن هذا الزلمه؟ ما بنعرف شيء. هذا اول مره بنشوفه. شو بدك تقول لي على ام فراس؟ تفضل عوي باذني. اسمعني انا ما ارتحت له لهذا المقنع، حاسس انه هو اللي خطف جنى. هذا الشخص هو اللي بيكون خطف جنى؟ لك ايه انا قريت بكتب التاريخ انه اذا الواحد حادت على راسه هذا الشيء الاسود معناته بيكون خطاف. لك ايه مثل ما عم قلك. تعال نشوف وينه ماشي؟ وينه هذا الشخص؟ شفتن انت شيء؟ قلت لك يا ميدو هذا اكيد خطف لي مشمشتي. معناتها عن جد كلامك مزبوط. لك ايه طيب نحن شلون معقول خطف ماشي؟ لك شو صار لي ساعة عم قر خطفها سندني. عم قل لك انخطفت ما عم قل لك صير حامل. يا الله. طب تعالوا نلاقي لنا حل. نشوفنا مين بدنا نعمل شو لمين بدنا نعمل شو بدنا نعمل شو بدنا نعمل شو بدنا نعمل. ماشا مالك طبيبتك المفضله ماشا انتوا هيك عم تعملوا فينا. ما دير بالك على دول التنتين رايح اكمل المسلسل مع ميدو لانه اساس لسه هلا ما حس فيني. هو انا ذكي كثير انت فهمت علي. يلا باي. ما في غير حل واحد ووحيد اللي هو قادر نحن نحل هذا الموضوع. استشعر جنى محل ما هي موجودة لاني في سر بيني وبين جنى. نحن استشعاري هذا ما حكينا عنه من قبل. هلا حنعرفه بس احط ايدي على قلبي 3 مرات. 1 2 3. دقيقة ماشا. شو؟ عم تجيني اشارات حبية. هذا وقتك؟ ميدو عم بعت لي اشارات كرمال يعرف انا وين موجوده. بس انا ما بعرف وين موجوده. شو لازم اعمل؟ لازم اعرف وين موقعنا. موقعنا انت يا غبي. وين نحن هلا؟ ما راح اقول لك انه نحن ماشي. نحن ده اسمعي بدي اتواصل مع ميدو. نحن بي ده بسرعه. يلا ميدو عم استناك. وصلت تب 17 كلمة حبية. يا الله يا دب. لك شوفي عرفت وين مكانة لجنى وعم تقلي تعب بسرعة مس ناطرتك. خليكم لنشوف اللوكيشن. اوكي شو عم تعمل هون انت؟ صار لي ساعتين هون. انت عم تكذب. انت ما كنت سلك ساعتين هون صح ولا لا يا دب؟ صح. مزبوط كلامه. معقول هذا الشيء صح؟ مو مزبوط. لا مو مزبوط. ما هيك علي انا بدي الف من وراه انا بلف من قدامه. يلا قول وراه. بدي اخبرك شيء شيء كثير مهم. تمشك تا قفلتك تا 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 ولا حركي ولا حركي ولا حركي. احكي وين ماشي. مين ماشي؟ مين ماشي؟ قول له وين مين ماشي. احكي له وين أولاك؟ بعرف. وين جنى؟ أنت اللي خطفتها. مفكرنا أغبياء. وصلني أنا إشارات حبية. أنا بعرف اللوكيشن. طيب إيش دعمل فيك؟ أنا بدي أقضي عليك القضاء نوقف. خالص. 1 2. السمرة السمرة قريب السكوري. خالص اختفى. وصلتني اشارات حبيه بتدل وين جنى. سمعان صوتها. سمعان صوتها انت شي يا دب؟ ايه عم بتنوي مثل المعزه. عم تعلي صوتها كمان جنى. اذا سمعانتيني بالاشارات الحبيه علي صوتك. عم بيجيني الصوت من هون. يا الله ليك جنى يا جماعه. ليك جنى انا لازم انقذها بسرعه يا دب. خليني اقرب انا. تا جنى انت عم تحسي فيني؟ عم تسمعيني؟ عم تحسي فيني؟ دقيقه شوي لحررك. انت بتعرفي انه انت وحده غبيه عطول بتعملي فينا افلام هنديه؟ انت غبي. بتعرفي ليش انت هيك؟ لاني انت عم تعملي شغلات انا ما عم برضى فيها. انت غبي يا دبدوب. لازم انت تنقذ ماشي وانا انقذ هذا. وهذاك الحمار لازم نقضي عليه. تمام اتفقنا. ضب ايدك يا كف. كف يا دبك. اوكي ادخل انا بدخل انت اطلع. طب يلا خلينا انقذها. واحد بعد لي شوي هيك. خود عليك كعكب زيت الكلمات السحريه للبابيه. 1 خود عليك كعكب زيت. خود عليك كعكب زيت. يا الله
اطلعي. يعني هذا الشاب غبي اللي وراكم؟ ليش ما عم يعمل شيء؟ ما بعرف. يا الله. الله. هات ماشى وراك. عطيني ماشى. يا الله. عطيني ماشى. خلوا جنى عندكم. زيت فيه بوكسة بوكسة بوكسة. على حنكو على وجهه. على وجهه. على وشه. جنى ما تاكليها ان شاء الله حانقذك بس خلص تبقتل لاني ما فيني اقتل انا تعبان. ما لو ضربتي ما بحس. رح انزل فيه نقتل انا اوكي؟ اوكي يلا ها. يلا هربي 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 جنى هربي. يا الله. ليش هيك عملتي فيني حبستيني؟ لا تقول عني غبية. خلص سامحيني يا جنى انا ساعدتك. تستاهل النكد انت تستاهل النكد. هيك حرام عليك. تستاهل خيانة. على فكرة جنى ما حتركني لحالي وهلا حترجع. هلا جنى حترجع تساعدني وجكارة فيه. ماشي بشوفك على خير ان شاء الله. تعا 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 قبل ما تشوفني على خير بدي اقول لك رسالة نهائية مما قبل الأخيرة. بتعرف ايش شو؟ انت غبي انت غبي وانت غبي. يلا روح يا دبدوب خلينا نحبسه لهدول بقى. تعال انا قلت لك انت غبي ما هيك؟ هلا بدي اقول لك مرة ثانية انت غبي. ها يلا جنى انا بنقذك من الاشرار والشريرين.